قال: وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. هنا حماد عن إبراهيم أيضا أثر آخر. من هذا حماد؟ من حماد؟ تفضل. حماد بن أبي سليمان بن الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي فقيه صدوق له أوهام. إذن هو حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي يروي عن إبراهيم. من إبراهيم هذا؟ كما مر قبل قليل، لا حاجة للإعادة. إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه. هذا المعلق من وصله؟ هذا المعلق من وصله؟ حقيقة عزاه الحافظ في تغليق التعليق إلى الجامع لسفيان الثوري، ولكن الجامع ليس بين أيدينا، فاكتفينا بذكر إسناد الحافظ ابن حجر، فقال عن حماد وهو ابن أبي سليمان به مباشرة. ولكن حماد بن أبي سليمان ماذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب؟ أخونا تفضل. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام. إذا نحتاج ماذا نفعل عندما نسمع صدوق له في الأخير؟ أن نرجع إلى المطولات. نعم، فهل رجعت إلى المطولات؟ من رجع إلى المطولات؟ تفضل. داخل تهذيب الكمال. نعم. نقل عن ابن سلام من أبي بكر الخلال قال فيه: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأكرم قال سمعت أبا عبد الله قيل له حماد بن أبي سليمان قال أما حماد فرواية القدماء عنه مقاربة. إذن هذا هو الشاهد، رواية القدماء عنه مقاربة ومقاربة مقبولة. رواية القدماء أمثال من؟ شعبة والثوري. شعبة والثوري، وهذا الشاهد أمثال الثوري. فإذا حماد بن أبي سليمان صدق له أوهام، لا نسلم بروايته مباشرة، لابد أن يروي عنه القدماء الكبار حتى نقبل روايته، وعندما نقبل روايته يصبح الإسناد ماذا؟ يصبح الإسناد ماذا؟ ماذا يقال فيه في الأخير؟ نعم، قال حسن أو جيد. فإذا هنا هذا الإسناد حسن أو جيد، لأنه من طريق الثوري، فالثوري هو الراوي على حماد. فإذا هذا إسناد حسن مقبول. قال: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. إن كان عليهم إزار فسلم. إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. أي إن كان ساترين من العورة فسلم عليهم، وإن لم يكن ساترين من العورة فلا تسلم. نعم، إذن هذا هو خلاصة الكلام كما قال أخونا: إن كانوا في وضع ستر فسلم عليهم، وإن كانوا في غير وضع ستر فلا تسلم عليهم. وهل يمكن أن يكون المرء في غير ستر؟ كيف؟ لابد لهذا الأثر أن يكون له واقع. ما هو واقعه؟ نفسه. تفضل. حال الحمامات. نعم، إذن هذا الكلام عن أهل الحمامات العامة. أهل الحمامات العامة، فكان في كل بلد يوجد هناك حمامات عامة يغتسل فيها الرجال، وجاء الشرع ونهى أن يغتسل فيها النساء. أما هنا فدخل الرجل
فهل يجوز له أن يسلم؟ لما هذا السؤال لإبراهيم النخعي؟ لما سئل إبراهيم النخعي هذا السؤال؟ تفضل. أحسن، لأن هذا فيه ذكر لله، فوافق تبويب الإمام البخاري، فوافق تبويب الإمام البخاري قراءة القرآن وذكر الله في هذا المكان، في هذا المكان الذي هو مظنة أصلا الغفلة والترك. طب لما فرق إبراهيم النخعي إن كان الأمر له صلة بالمكان؟ فلما يفرق بين من هو مستور وبين من هو ليس بمستور، أي بعورته، ساترا لعورته؟ لما يفرق إبراهيم النخعي في الأخير؟ لأن الأصل في ذكر الله أن يكون من الأجل أن تكون عورته. هذا جواب خطأ. لما هذا الجواب خطأ؟ لأن الذاكر هو الذي يلقي السلام، فما صلته إن كان الذي أمامه ساترا أو غير مستور؟ من يعرف؟ تفضل. لما المتعري عن الإزار مشابه لما نقضي حاجته في الخلال فهو كاشف للعوار. تفضل. تفضل. لأن رب السلام قال لما يا إخواني في الله؟ الجواب بسهولة، لأن قد يكون من الحمام كاشف العورة، فهذا يعتبر من ردع. أي نعم، ماذا؟ يعني هذا يعتبر من الردع له هاي المعصر. نعم أحسن، فهو أراد أن يبين لك جواز ذكر الله في الحمام، ولكن إن كان هذا الذي أمامك كاشف بعورته أو متساهل في كشف عورته فاترك إلقاء السلام عليه من باب ردعه ومن باب زجره عن هذه المعصية. فبالتالي أخي في الله، إن مررت على قوم يعصون الله وأردت أو عرفت إن تركت إلقاء السلام عليهم يسبب لهم ذلك نوع من الردع، فاترك إلقاء السلام، فاترك إلقاء السلام من باب ردعهم. أما إن خشيت في زماننا بسبب رقة الدين وقلة الإيمان أن يكون ذلك سبب إلى زيادة الفرقة وأن لا يستمع لك مرة ثانية، فعندها إلقي السلام وذكرهم في الله، إلقي السلام وذكرهم في الله. إذن قد يمتنع العالم من إلقاء السلام من باب ردع أهل المعاصي، بل هذا قد يكون من فعل صلحاء القوم. فإذا هذا فيما نحن به.